في البداية هذه العواصف أو هذه خلينا نقول المنخفضات الجوية فعلا تعتبر نادرة في أجواءنا وتؤثر علينا على فترات متباعدة، يعني ما تأثر بشكل سنوي، تؤثر مثلا كل 5 سنوات كل 7 سنوات. أقرب حالة مشابهة حدثت لهذه الحالة هي منخفض العقربي في مارس 9 مارس 2016، وكذلك في حالة جوية مشابهة لها كانت في 2013، وأقرب حالة غيرها في سنة 1986 وأيضا في 1957. فنلاحظ أن المدى متباعد بين تكرار هذه الحالات نادر الجوية وهي نعم لذلك هي نادرة. الغريب أكثر أن هذه السنة نلاحظ أن هناك في نوعا ما نفس التطرف حاصل. شهدنا هذه السنة منخفضين جويين بنمط القطع، هذا النمط نادر، يعني نحن في السنة يلا نحصل منخفض قطع واحد. نعم. هذه السنة حصلنا منخفضين قطع، اللي تذكرون البردية اللي جاءت في مدينة العين. نعم. هذه كانت منخفض قطع، والحالة الحالية هي أيضا منخفض قطع. ممكن نفسر أو نشرح أكثر أخوي يوسف عن موضوع منخفض القطع، ماذا تعني بمنخفض القطع عشان نحن نشرح هذا أو هذه الكلمة للمشاهد؟ شوف في البداية شو يعني حالة جوية وشو يعني منخفض جوي؟ هي عبارة عن رياح باردة تنزل في طبقات الجو العليا توصل لمنطقتنا، منطقتنا تعتبر منطقة رطبة لأن عندنا مسطحات مائية مثل الخليج العربي، بحر عمان، بحر العرب، فمنطقتنا رطبة، من توصلها رياح باردة في طبقات الجو العليا يصير عندنا تكثف، يصير عندنا سحب. لما يينا منخفض جوي في جو ساخن نسبيا، توقع قبل أسبوع لاحظتوا كيف الأجواء كانت ساخنة. فلما يصير عندك الأجواء ساخنة تحت وجو بارد علويا، تصير معاك فوارق شديدة في درجات الحرارة، هذه الفوارق تولد عواصف رعدية. العواصف الرعدية لليوم تشكلت هي عواصف رعدية نادرة للغاية، وهي تعتبر من عواصف يسمونها نحن نسميها الهاي بريسيبيتيشن سوبر سيل، أمطار الخلايا الفائقة مركزة الهطول. يعني ما شاء الله شفت المركز الوطني وضع كميات الأمطار التي وصلت تقريبا فوق 200 ملي في مناطق إمارة دبي، مثل محطة مرغم ومحطة أتوقع السير إذا ما خانتني الذاكرة. فهذه كميات كبيرة من هذه المخفضات الجوية. طيب بالتالي السؤال هنا أستاذ يوسف، مثل هذه الظواهر والعواصف الرعدية هل لها تأثيرات على الأفراد مثلا، وعلميا كيف ممكن أنك توصف لنا إياها؟ في البداية نحن دائما أنا في عبر منصات التواصل الاجتماعي أرشد وأنصح الناس أنهم يبتعدون من المناطق المنخفضة ويتابعون برنامج تقف الإمارات، يشوفون الخلايا المطرية هل هي قريبة منهم بعيدة منهم وغيرها، وكذلك يعني يتبعون الإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية للدولة، لأن هذه العواصف اللي قاعدة تتشكل حاليا ممكن أنها يعني تكون شديدة في بعض المناطق، ممكن أنها تكون سبب جريان للأودية، فدائما نوصل الناس أنهم يكونون حريصين ويبتعدون قدر المستطاع عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة مثل الأنفاق.